السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من استشارات قانونية. الموضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، موضوع بنتعرض ليه كتير جدا في حياتنا في العصر الحالي. جريمة النهاردة اللي هنتكلم عنها جريمة حض عليها الإسلام، حضت عليها جميع الشرائع الإسلامية، أيضا حض عليها القوانين سواء القوانين المصرية أو القوانين العالمية، هي جريمة القذف أو السب والقذف. جريمة السب والقذف حض عليها الإسلام بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وصفها أنها جزء من الكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القذف من الكفر والكفر من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا حض عليها القانون المصري وجرمها وجعلها جنحة من الجرائم التي تدخل تحت هذا البند، وسن لها قوانين منها الحبس ومنها الغرامة لردع هذا القانون، لردع هذه الجريمة. جريمة القذف وجريمة السب هي جرائم كثيرة في العصر الحالي، دليل أو أداة دليل على التخلي عن المبادئ والأعراف وأيضا عن الأخلاق الإسلامية التي علمنا إياها الدين الحنيف. إيه هي جريمة السب؟ إيه هي جريمة القذف؟ الفرق بينهم، هذا ما سنعرفه مع ضيفنا في هذه الحلقة، سيادة المستشار زكريا يوسف الحربي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا بك سيادة المستشار. يعني نورتنا في قناة الصحراء. ربنا يخليك. نحن الآن بصدد جريمة معروفة عالميا ومعروفة دوليا ومحليا، وأيضا ما فيش حد ما يعرفش جريمة السب والقذف. وهي منتشرة حاليا في الوقت الحالي. ايه هي جريمة السب والقذف من ناحية القانون ومن اللغة، والفرق بين السب والقذف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الأول بالابتداء الآخر بالانتهاء، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه، العظيم السلطاني الساطع والهاني، المعجز البلغاء القرآني القائل في محكم التنزيل، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يحب الله الجهر من السوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. السب والقذف من الجرائم، صدق الله العظيم سبحانه وتعالى. السب والقذف من الجرائم المتلازمه لفظيا، وهي من الجرائم اللسانيه او القوليه الكتابيه. والسب يعني قد يبدو ان دوما السب يلازم القذف، والقذف يلازم القذف، يعني متلازمتان. نعم. فالقذف في اللغه هو قذف الشيء اي رماه بشد. القذف قانونا في قانون العقوبات الماده 302 في التعديل الاخير للقانون 147/2006، يعد قاذفا كل من اسند الى غيره. احدى الطرق المبينه بالماده 171 عقوبات، امورا لو صحت استوجبت عقابه بالمواد المقرره لذلك او احتقار عند اهل وطنه. ده المعنى في الاصطلاح القانون. والمعنى لغه كما قررنا. بالنسبه للسب، السب لغه هو الشتم او الصاق عيب لاخر او خدش كرامته او شرفه. في القانون برضه الماده 306 عقوبات، قال برضه السب يعد سبا كل اسناد ليس وقام عينا، يختلف هذا عن القذف، برضه بالمواد المبينه في الماده 371 عقوبات، بس خصص فيها احتقار عند الوطني او مسه في شرف. نعم. طيب انت حضرتك ذكرت ان طوله القذف، هل القذف بدون دليل او بدليل بتفرق مثلا؟ هل في فرق بين الاثنين؟ طبعا القذف لابد ان يكون هناك دليل يعني واضح. طب لو تم بدليل هل يعتبر قذف؟ نعم، انا شتمت واحد بس شتمته مثلا بدليل معين، يعني هو عمل شيء معين وعندي دليل، هل ده يعتبر قذف؟ نعم. لان هو القذف ايا كان، وان كان صادق ولا صادق لا يحق القذف، لان الدليل وان كان ذلك يحق، ان دي قصه ثانيه غير سبب القذف. سبب القذف سواء بدليل او غير دليل يعد قذفا. طيب اي جريمه لها اركان واعماد لازم الواحد يعني يراعيها، ما هي اركان هذه الجريمه؟ هي كأركان الجرائم العادية، ركن مادي وركن معنوي. بالنسبة للقصف، الركن المادي يتمثل في ثلاثة عناصر: فعل الإسناد والسلوك الإجرامي، فعل الإسناد اللي هو نسب أمر معين، وموضوع الإسناد اللي هي الأمور اللي هي تنسب بالقصف، وأخيرا اللي هو العلنية، ده الركن المادي. الركن المعنوي القصد الجنائي، والقصد الجنائي في جريمة القصف أو جريمة السب يعني قصد عام مش قصد خاص، يعني يكفي العلم والإرادة بهذا الأمر، هذا يكفي يعني. نعم. كيفية إثبات هذه الجريمة؟ بالنسبه لاثبات هذه الجريمه تثبت بكافه طرق الاثبات، يعني هو بيتقدم المبلغ بشكوى لاثبات هذا الامر، لو كان سب قذف بيبينها، بتبقى هي شرطه العلنيه، فبالتالي هيبقى في علنيه، فامر يشتكيها يبقى يثبتها في محضر رسمي امام مامور ضبط القضايا او من النيابه العامه، ويثبت اقواله بشهاده الشهود او بشيء اخر، يعني ايا كان بسبب العلنيه، ايا كانت العلنيه، يعني كان بالقول او الصياح او الفعل او الايماء او الكتابه، فقد تكون من الكتابه او صوره عاديه، ايا كان بس تمثل حاجه تشين من قذف هذا الامر او سب هذا الامر. نعم. هل هناك ظروف مشددة لجريمتي السب والقذف؟ نعم، في القانون في التعديل الأخير
عدد اربع ظروف يعني مشدده، منها ظرفين يخص صفه المجني عليه، يعني اذا كان المجني عليه موظفا عاما او يحمل شخص يحمل صفه نيابيه عامه او مكلف بخدمه عامه، هذا بالنسبه لصفه المجني عليه. وهناك ظرف مشدد بالنسبه لموضوع القصف نفسه، اي يكون القصف اللي هو طعنا في الاعراض افراد او خدشا في سمعه العائلات. والامر الاخير اللي هو ايه اللي هو رمي المحصنات كما يعني اشار الاسلام، لا رمي المحصنات ده حد زين، ده حد كبير جدا، ده يعني قصه اكبر من سبب القصف في القانون الوضعي. هل ده يعني يندرج تحت قوانين السب والقصف؟ سب المحصنات ده قصف المحصنات ده امر خطير جدا، يعني يعد ذلك ايوه دي جريمه عاديه ويعد ذلك، وطبعا رضي القانون شهد عقوبته، يعني من ضمن العقوبات المشدده في قانون العقوبات اللي هو قصف المحصنات. طيب ما هي العقوبة التي نص عليها القانون المصري في جريمتي السب والقذف؟ بالنسبة لجريمة القذف نص القانون في المادة 303 عقوبات في التعديل الأخير كما كررت لحضرتك أن بالنسبة لا ألغى عقوبة الحبس، يعني الأول كان في عقوبة حبس ألغاها وجعل عقوبة الغرامة، يعني لو كان هذا القذف في أحد الأفراد العاديين يكون الغرامة 7500 جنيه حد أدنى، وحد أقصى 22000 جنيه و500 جنيه. ده بالنسبة إن كان القصف ده لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة هتكون الغرامة الحد الأدنى 15000 جنيه والحد الأقصى 30000 جنيه. طيب سيادة المستشار، كيف يقوم الشخص بالإبلاغ عن هذه الجريمة؟ يتقدم ببلاغ لمأمور الضبط القضائي في قسم الشرطة أو النيابة العامة بشكوى شفهية أو كتابية، لكن يشترط القانون في هذه المادة طبق المادة 3 إجراءات جنائية لابد ان يتقدم في خلال علمي من 3 شهور، يعني ما يسقط حقه اذا مر من وقت علمه بهذه الجريمه سواء القصف او السب اذا مر 3 شهور، فيتقدم بنفسه او يوكل محامي، لكن اشترط القانون ان يكون توكيل خاص، يعني التوكيل العام لا يجوز، توكيل خاص ويكون لاحق لوقعه القصف والسب. ان كان قبل ذلك يعني توكيل عام لا يجوز تقريبا قبل الدعوة. طب هناك جرائم او اشكال الجرائم وصور اخرى للجرائم تندرج تحت الجريمة الاساسية، هل هناك جرائم او اشكال وصور اخرى لجرائم السب والقذف تندرج تحت هذه الجريمة او تحت طائلة القانون؟ هي جرائم السب والقذف يعني في القانون العقوبات المصري حدثها اللي القصف والسب العاديين، وممكن عن طريق القصف العلني والسب العلني تمام، وعن طريق التليفون وجرائم الانترنت ايا كانت تعد قصفا وسبا ايضا. طيب انت حضرتك ذكرت جرائم الانترنت، هل السب والقذف عن طريق الانترنت او صفحات التواصل الاجتماعي هل تعتبر سب وقذف ويعاقب عليها القانون كمثل باقي الصور والاشكال؟ نعم، هي القانون المصري لم يفرض لها نصا خاصا، وانما اكتفى بنصوص القانون في قانون العقوبات، انما ما افترضش لها قانون خاص، يعني اعتبر نفس القانون نفس المواد برضه من 302 ل 308 مكرر، نفس مواد الاتهام هي اللي تخص السب والقصف بالطريقة العلنيه، نفس هي جرائم الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، نفس العقوبات نفس الجرائم. هل يشترط في رفع هذه القضيه اي اشتراطات اخرى غير الشهود وغير الادله المعنويه او الماديه؟ هل يشترط هناك؟ لا هو لا يشترط فيها، بس تكون مكتمله الاركان، يعني لابد ان يكون الركن المادي مكتملا بما فيه العلنيه واثبات الواقعه، وكذلك يكون فيه قصد جنائي، يعني قصد جنائي اللي هو العام، يكون فيه علم وفيه اراده لمن قام بهذا القصف او قام بذلك السبب. متى يسقط حق المجني عليه في هذه القضيه؟ يسقط حقه لو مر 3 شهور من وقت علمه بالجريمه، يعني مر 3 شهور من وقت علمه بالجريمه ولم يتقدم ببلاغ شافي او تحريري يعتبر حقه سقط في هذه الجريمه. يعني ما يحقش بعد كده اذا مر 3 شهور كامله من وقت علمه خلاص انتهى بالنسبه له ما ليش حق. لكن لو تقدم ببلاغ والنيابه العامه كانت تحقق في هذا الامر وطال التحقيق يحق الادعاء المباشر بعد ذلك بفتره، لان كده هو تقدم في الوقت المناسب، ولكن ان كان هناك ايا كان في النيابه العامه في التحقيقات طالت لسبب او اخر سواء اهمال في التحقيق او شيء، لكن حقه ثابت لانه تقدم في الميعاد القانوني، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من اتمام جريمه السب والقصف عن طريق الجناح المباشر. الاجراءات المتتاليه اللي بتاخدها المحكمه في مثل هذه القضايا، يعني ممكن حضرتك تشرح لنا الاجراءات؟ الاجراءات بتتقدم يتقدم المجني عليها او المضرور من هذا الامر بشكوى شفهيه زي ما قررت لحضرتك برضو، او ببلاغ للنيابه العامه يتقدم فيه يملي فيه ما تسبب فيه شخص الجاني او المتهم اللي سببه، ثم ممكن يتابع عن طريق توكيل خاص عن طريق محامي، ممكن يرفع جناح مباشره ويتابعها في القضاء بكافه تداول في المحاكم عادي يعني.
طيب جرائم الانترنت هل هناك لها أدلة معينة مثلا بنقدر نرجع لها للحكم في هذه القضايا؟ انت عارف جرائم الانترنت مش جرائم يعني حاجة معنوية، لا ده هي حاجات مادية موجودة على صفحات وعلى حاجات إلكترونية. يعني هل ما هي الأدلة اللي بنستخدمها في رفع هذه القضايا؟ هي الجرائم دي ثابتة بمدلولها، يعني أساسا لو هي أصلا لو مقال أو على فيسبوك أو منشور أيا كان ثابت، يعني ده من يمكن أسهل من القضايا الأخرى. يعني قضايا الإنترنت بتبقى في الإثبات، يعني بالنسبة للقضاء الموضوع بتبقى أسهل من الجرائم الأخرى اللي هو السب العلني والقصف العلني في الأمور العادية. الإنترنت أسهل، وإن كانت لأن ضررها أشد، فهي يعني وإن كان ضررها أشد وكان عيبها في الإثبات أسهل. يعني في اللعبة في الإثبات أسهل من الجرائم العادية. طيب سيادة المستشار، هل هناك ألفاظ محددة يسقط عنها هذه القضايا؟ طبعا يعني أي لفظ فيه قذف وقاعة معينة محددة. إزاي أقدر أحكم من اللفظ ده فيه قذف؟ يعني معليك لما شخص يقول لآخر يا مرتشي يا نصاب يا لص، هذا سب. طب لو كان أنا عندي دليل في النقطة دي، وان صدقت، ما لا يشترط القانون ان تكون هذه الوقائع صادقه ام كاذبه، هو ايا كان. انا دلوقتي في شخص مثلا نصاب، نعم، واثبت عليه جريمه النصب وانا ذكرت انك نصاب، هل القانون يحكم في هذه القضيه للقاذف مثلا بجنايه؟ لا، بجنحه. بجنحه قصدي؟ لا هي طبعا دي جريمه، لان هو لو في ضرر يحق لي الابلاغ عن واقعه وان كانت حقيقه دي الماده بتحكمها. يعني لو يحق لي لاي شخص الابلاغ الجهات الاداريه او القضائيه عن واقعه معينه، لو في شخص يحق له ان يحق له القذف. نعم نعم. طيب يعني اتكلمنا على الالفاظ، يعني ما هي الالفاظ اللي يعني اللي ممكن نقدر تخرج بره هذه القانون؟ الفاظ يعني من الصعب حصرها على سبيل الحصر، لان هي وارده في الماده 170 على سبيل البيان ليس بالحصر، ان هي الطرق العلنيه ايا يعني كانت الاسناد القول اللفظ او الاشاره او الكتابه، فاي لفظ خارج يمس شخص يعتبر قصف ويعتبر سب لو كانت واقعة معينه بعينها. يعني لما شخص يقول لاخر يا خائن الامانه مثلا في واقعة ويحددها بالطبيعه هذه الواقعة يعتبر قصف، ان لم يحددها وقرر يا خائن فقط او يا لص او يا نصاب او يا مرتشي ايا كان يعتبر سب. فاي الفاظ تقدش الحياة العام او السم او الشرف العام او الاعتبار يعد قصفا وسبا. الفاظ غير ثابته كثيره جدا، لكنها لا ثابته على سبيل الحصر لانها كثيره. اي لفظ، واللفظ ده كان ممكن يشين شخص ولا يشين اخر. هناك من المهن المعترضه شرعيه، ولكن عندما تقرر لشخص اخر يعتبر بالنسبه له سبا وقصف. يعني هناك من المهن الكثيره مهن شريفه وليس فيها شيء، لكن شخص ما عندما توصمه بهذا الوصف يعد ذلك سبا وقصفا. طيب ايه هي سلطة القاضي في تكييف هذه القضية او في قضية السب والقذف بالتحديد؟ يعني سلطة القاضي كبيرة جدا، يعني هو بيكيف من الوقائع، لان القاضي ودوما يد العدالة مدربة على فرز الحقائق وفرز الامور، هذا في نصاب وهذا في نصاب، فالقاضي يتحرى بالعبارات ومرماها ويبين من هذه الامور ما يعد قصفا وما يعد سبا. يعني هو القاضي لما اعطاه الشارع من سلطه قدريه عاليه ولما اهب الله عز وجل من فطنه وكياسه يستطيع بكل ما يملك ان يبين ما هو القصف وما هو السب عندما تختلط الالفاظ بينهم. هل يمكن سياده المستشار التصالح في مثل هذه القضايا ويعني ابلاغ المحكمه لانتهاء من هذه القضيه قبل الحكم فيها مثلا؟ يجوز التصرف فيها، يجوز التصرف فيها. حتى لو تم الحكم؟ لا، لو تم الحكم بحكم نهائي وليس بات يجوز كذلك برضه. يعني يعني القانون ثالث في هذه النقطة. نعم. لأنها يعني يعتبر شيء معنوي أكثر. نعم. من لو يملك يعني طالما على قيد الحياة يحق له المجني عليه أو المضرور أن يتصالح مع المتهم الذي قصف هذا الأمر. طيب لو أثبتت الأدلة أن يعني ضرر المجني عليه ضرر كبير مثلا من الناحية بسبب السب والقذف، نعم، هل يقوم القانون برد هذا الضرر أو تعويضه مثلا؟ العقوبة الجنائية يعني بتبقى الغرامة أو الحبس، لو هذا الأمر القذف كان طعنا في الافراد او خدشا لسمعه العائلات يكون العقوبه الحبس والغرامه معا، بحيث انها لو خاصه لو عن طريق النشر لا تقل عقوبه عن بالنسبه للغرامه عن 15000 جنيه وعن الحبس 6 شهور على الاقل، والقاضي يصدق الى 3 سنوات.
بالنسبه لجبر الضرر ده يرجع ممكن يلجا للتعويض. للتعويض بيبقى فيه تعويض مؤقت عن طريق الجمعيه، وبذلك بعد الدعوه المدنيه يحدد التعويض الذي يبغاه والمحكمه تقدره حيث تشاء، لان ممكن سبب قصف شخص ما يختلف عن الاخر، يعني التعويض الذي ينال زيد غير الذي ينال علي وهكذا يعني. هناك بعض اشكال القذف او صنفها بعض القانونيين اللي هي نوع التشهير او قضيه او جريمه التشهير. نعم. قالك دي من تندرج تحت السب والقذف. هل هناك فرق بين التشهير العلني والتشهير عبر وسائل الوسائل الاعلام او التشهير عبر الصحف والمجلات؟ هل هناك فرق؟ هو التشهير ايا كان، خاصه ان كان طالما يتسم بالعلنية فهو تشهير علني، فبالتالي العقوبة موحدة. طالما هو تشهير سواء كان عن مواقع التواصل الاجتماعي او عن طريق النشر عن الجرائد او المجلات، هذا سبب فالعقوبة تبقى مغلظة في هذا الامر. طيب هل القانون المصري رادع لمثل هذه القضايا، او من وجهة نظرك كقانوني او كمستشار هيئة قضائية، هل القانون المصري رادع فيها مثل هذه القضايا؟ لحد ما يعني هو المشرع وقع في اشكاليه ان هي بالنسبه لحريه الراي وقصه يعني صيانه الشخص في شرفه واعتباره. فالقانون من وجهه نظري الشخصيه انا يعني غير رادع، يعني بالنسبه للغرامه ايا كانت ليست رادعه، لان القذف لان يعني الله عز وجل وصانا بعفه اللسان وعفه الجوارح كامله، فهذه الاشياء تمس الحياه اللي في طعنا في يعني من بعض هذه القذف والسب طعنا في الاعراض، يعني يسبب الام لا توصف مهما اوتي اللسان من بلاغه، لن يستطيع ان يصف او يقترب من وصف هذه الجريمه، جريمه خطيره جدا وتمس يعني اغلى ما يكون الانسان. يعني لما كما قلت في تعريف القذف، قذف شخص اخر بحجر أذاه في موضع الإصابة، إنما عندما يقذفه بكلمة هذه الكلمة بتصيبه في جميع جسده ولا تقتصر على شخصه بل على شخص عائلته أيا كانت، تمتد وممكن تلصق فيه في تاريخه. نعم. فبالتالي يعني أعتقد أن العقوبة غير رادعة من وجهة نظري متواضعة. طيب أي قانون أو يعتبر معظم القوانين هناك ثغرات يدخل منها بعض المحامون لانقضاء هذه الدعوة او ل يعني التعديل في هذه الدعوة، هل هناك ثغرات في هذا القانون او قانون او الرادع لجريمتي السب والقذف؟ اي قانون يعني اي قانون فيه ثغرات، اي القانون هو القانون بيحكم واقعه، هي القضية بنفس المحامي عندما يقرأها يتابع ثغراته ايا كانت يبحث عنها، ولكن هو العدل وهو اساس الملك ليست اوراق تكتب او مسات تقدم، انما ده وجدان يستنبط القاضي، والقاضي ودوما نقرر ان ميزان العدل في يد القاضي الذي اختاره التشريع وليس في يد التشريع الذي يطبقه القاضي. فالقاضي مما اعطاه الله اهبه من فطنه وكياسه يستطيع ان يبين من صاحب الحق ويعطي الحق حقه ايا كان هذا المتخاصم، ان كان محامي هيشوف ثغرات، لان القاضي وقضاء الجنائي قضاء الجزم واليقين وقضاء يعني اليقين وهو سلطان العقل. فالقاضي عندما يقتنع بامور معينه يكفي مهما كان هناك ثغرات، المهم اقتناع القاضي، القاضي يقتنع بالاوراق ولكن اقتناعه حتى لو كان فيها ظلم للمجني عليه؟ هو الظلم عكس العدل، فالقاضي دوما يبحث عن العدل، فعندما يقرا الاوراق بعين الضمائر رب سبحانه وتعالى يهب العدل ويهب الصدق ويهب يعطي كل حق حق. طيب حضرتك يعني سياده المستشار شخصيا يعني اتفضل لجأت لهذه الثغرات في مثل هذه القضايا؟ والله المحامي دوما يبحث في القضية عن الثغرات، يقرأها مرة وثانية وثالثة من أجل أن يستخلص ما يستطيع به دفاعه، لكن يجب عليه أن تكون ثغرات في مصلحة المتهم الذي يستحق، يعني الذي يستحق يكون ما في كثير من الاتهامات تكون اتهامات كاذبة. طيب هو في فرق بقى عايز أوضحه للمشاهدين وعايز أنا أفهمه شخصيا، يعني هناك ثغرات في القوانين وهناك ايضا ثغرات في محضر الشرطه تمام. او الصيغه اللي اتكتب بيها المحضر تمام. انت كمحامي بتقدر يعني اول حاجه بتبص لها ايه، ثغرات القانون ولا ثغرات المحضر نفسه اللي بتقدر تقيم القضيه؟ سواء القانون يعني ده قالب نازل مواد عقوبات مواد جنائيه هو بتطبق على المحضر، يعني هو انت بتستخلص سقطات المحضر او سقطات مامور ضبط القضائي في تحرير محضره، تستخلص هذه السقطات بتطبيق القانون، يعني انت بتنظر بتستغلها ولا بنستخلصها؟
نعم بنستغلها ولا بنستخلصها؟ نستخلصها، يعني سعادتك بنشوف المناطق العوار ونستخلصها، وده هي يعني المواد القانون سواء الاجراءات الجنائيه كل عقوبات ونطبقها على الواقع اللي تبقى محل النظر او اللي هي القضاء. احنا بنشوفها وبنستغلها ولا ولا كلام غلط؟ لا، الاستغلال قد يكون استغلال في محل وقد يكون استغلال في غير محل. لكن هل هناك قوانين، يعني اللي انا عايز افهمه بقى في النقطه دي، هل هناك قوانين تحد من استغلال في مثل هذه الثغرات؟ ما دي نقطه فعلا بتقابلني في الحياه العمليه. يعني انا دلوقتي عندي مشكله ورحت عملت محضر في مركز شرطه او اسم شرطه او نيابه او ما شابه ذلك، اللي كتب المحضر كان عنده ظروف ونسي كلمه الكلام ده. انا كمحامي للخصم باجي انا بستغل نقطه الضعف بتاعت اللي كتب اللي دي، تمام، بستغلها وبوظفها لصالحي حقيقي ضد المجني عليه او في مصلحه المجني جاني. هل هناك قوانين تمنع ذلك؟ لا، القانون نظم المحاضر دي، يعني في تعليمات في المحاضر اللي يعني في الشرطيه، لكن القانون صب مواد سواء في الجرائم الجنائيه او كل العقوبات تطبق من قبل القاضي الموضوع الذي ينظر هذه القضيه. انما الثغرات دي بتبقى دور المحامي ان هو يدور هذه الثغرات يبحث عنها في مقابل القانون، يعني ما فيش يعني الثغرات تحمي ثغرات، يا الثغرات دي انا بستخلصها ليستفيد بها المتهم. بخلال يعني ارى ان هذه الماده لا تنصب على هذه الجريمه ايا كانت، او بهذه الطريقه يستطيع المحامي ان يستخلص ثغراته ليدافع بها عن القضيه التي يكون مكلف بالدفاع عنها. يعني هل ترى استغلال هذه الثغرات هو تحايل وتلاعب في القوانين من وجهه نظرك ك لا، محامي؟ دور المحامي بيقرا القضيه بيبحث عنها، فهو بيبحث عن البراءه لها دفوع ولو مرات، يعني اساس البراءه، فاساس البراءه انا بشوف هذه القضيه ده لا يعد استغلالا ولا يعد ايا كان، لكنه يعد استنتاج او ما تنطق به الاوراق حقيقه. انا بقرا القضيه بقراها مره وثانيه وثالثه من وجهه نظر الدفاع ومن وجهه نظر المجني عليه، وبشوف ايه اللي ممكن يستفيد به المتهم من دفاع ودفوع امام القضاء، وبالتالي اصل للنتيجه التي يعني ابغاها واللي تكون مقرره سلفا من عند الله عز وجل. هل حضرتك كمحامي نقطة الاستشعار النفسية تبقى موجودة عندك؟ يعني أنا أستشعر إن المجني ده عليه أو المجني مظلوم أو ظالم، هل دي تأخذها في عين الاعتبار؟ طبعا دي فروق فردية، يعني بتختلف من شخص لآخر كشخص عادي ومن محامي لآخر، لكن دي بيبقى ليها يعني دور كبير إيجابي كبير جدا. يعني ممكن قضية لو أنت اقتنعت أن المتهم يعني يحق لك جدا وتمتلك الجراء انك انت ممكن ما تكملش معاه، تستاذن منه وتوكل يعني اخر، لو انت استشعرت ان هذا المتهم ظالم وليس مظلوما ايا كان، يعني تحاول قدر الامكان تستشف الحقيقه من قراءه الاوراق. نعم. سياده المستشار، يعني هل هناك تجارب سابقه في مثل هذه القضايا لفضيلتك؟ والله انا شخصيا حقيقه يعني ممكن بحضر في قضيه غير راضي عنها حقيقه، يعني في بعض الاوقات، لكن بتبقى انت بين يعني امرين حلوهما مر، فبقدر الامكان يعني بتستعين بالله قدر الامكان. انما انا شخصيا حتى هذه اللحظه يعني ما صادفتنيش يعني هذه المصادفه. طيب حضرتك كرجل من رجال القانون في مصر، يعني كيف تكتب القانون؟ يعني لو حضرتك جات لك الفرصه اتفضل يعني انك تكتب قانون لردع هذه القضيه، ماذا تكتب في هذا القانون بالنسبه للسب والقصف؟ اه يعني اصل التشريع بيبقى طبعا يعني اكثر من اشخاص كثر يتعاور، طبعا العقوبه تبقى رضيعه، يعني انا من وجهه نظري تبقى عقوبه الحبس والغرامه، يعني كما هي في الظرف المشدد اللي هو طعنا في الاعراض او خدشا في سمعه العائلات، اعتقد ان السب والقصف يكون في هذا الامر اشد. العقوبه تبدا حد ادنى 3 سنوات وحد اقصى الى ان شاء الله يعني ممكن تبقى يعني 7 سنوات او اكثر. بالنسبه للقصف في الافراد العاديين او الموظف العام ايا كان، ممكن برضه تبقى العقوبه حد ادنى سنه، انما ان تلغى عقوبه الحبس ده امر كثير من الناس بالنسبه للماده عنده سهله، يعني هي الغرامه ايا كانت وان بلغت 100,000 جنيه ماذا تكون مبلغ يدفع اياه يسيب ويدفع، يعني برضه العقوبه غير رادعه. فمن وجهه نظري الشخصيه لو انا يعني وسن هذا القول انا يعني انتهي الى ان تبقى العقوبه الحبس ليس الغرامه فقط. طيب هل تسقط
قوانين جرائم السب والقذف عندما يقوم المجني بنشر تصالح أو بنشر اعتذار رسمي للمجني عليه عبر المكان الذي تم القذف فيه؟ هو كان في القانون يعني ذلك، يعني إذا رأى المضرور قبل أثناء مباشرة الدعوة أن هذا الأمر يكفيه ممكن يتنازل القضية، يعني يتنازل عن يكتفي بهذه القضية ويثبت التصالح، يحق له ذلك إذا رأى ذلك يعني. وكان هذا الأمر وارد كثيرا يعني في مجتمعنا وفي القانون المصري، يعني لو إذا أراد المجني عليه أو المضرور أن هو يلزم الطرف اللي هو من تسبب في القصف أو السب بذلك فيكون ذلك، ما فيش مشاكل. هناك بعض الجرائم تسقط بالتقادم. نعم. هل جريمتي السب والقذف تسقط بالتقادم؟ يعني على ما اعتقد جريمه السب والقذف العقوبه بالنسبه للجريمه كما قررت من وقت العلم 3 شهور، اذا مرت 3 شهور ولم يتم الابلاغ فتكون سقطت هذه الجريمه. طيب سياده المستشار زكريا يوسف الحربي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله، بشكرك شكرا جزيلا على كم المعلومات الهائلة، كما بشكرك على وجودك معنا في استوديو صحة وجمال. مشاهدينا الكرام استودعكم الله، طابت ليلتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.